السلام عليكم ورحمة الله. دي مراجعة أولى ثانوي مستوى رفيع أزهر. هما وحدتين بس، سهلين جدا إن شاء الله. نحفظ الكلمات ونبدأ نحل عليها، والجرامر هو نفس الجرامر اللي موجود في المستوى العادي، يعني هنحل عليه على طول. الله المستعان. يلا كده نبدأ حل الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال: Is a ceremony that makes people remember an important person or event in the past. Is a ceremony هو احتفال that makes people بيجعل الناس يتذكروا an important person شخص مهم or event أو حدث in the past. يبقى ده إيه؟ ده اسمه إحياء ذكرى. يعني إيه إحياء ذكرى؟ Commemoration. كوميموريشن يعني إحياء ذكرى، هو سيرماني احتفال بيجعل الناس يتذكروا شخص مهم أو حدث مهم في الماضي. كوميموريشن كوميموريشن. بعد كده Our army Sinai after they defeated Israel in October 1973. Our army يعني الجيش بتاعنا هذا استعاد سينا، يعني استعاد يعني ريستورد ريستورد استعاد ريستورد يعني استعاد سيناي سينا after they defeated إسرائيل، بعدما هزموا إسرائيل in October 1973 في شهر أكتوبر سنة 1973. There are not soldiers made a wonderful fight. The brave soldiers الجنود الشجعان made a wonderful fight against the enemy. عمل خاضوا معركة عظيمة against يعني ضد the enemy يعني العدو. يبقى the brave soldiers made a wonderful fight against the enemy. They are keen هم متحمسين للفوز بالميدالية الذهبية. كلمة keen هي كلمة interested، بس interested بيجي بعديها حرف الجر ان، انما keen بيجي بعديها حرف الجر on. They are keen on winning the gold medal. They are keen on winning the gold medal يعني هم متحمسين للفوز بالميدالية الذهبية. Not institutions are connected with soldiers or the armed forces. المعاهد ايه؟ connected مرتبطة بالسولجرز بالجنود أو armed forces أو القوات المسلحة. يبقى المعاهد العسكرية. يعني إيه معاهد عسكرية؟ military military يعني حربي أو عسكري. military institutions military يعني حربي أو عسكري. institutions يعني معاهد. are connected with soldiers مرتبطة بالجنود or the armed forces. we should pay tribute we should pay tribute يعني يجب أن نحترم يجب أن نحترم to the victorious soldiers أو إن إحنا يعني مدينين بالفضل، أو يجب أن نحترم أو نعترف بفضل the victorious soldiers يعني الجنود victorious المنتصرين. we should pay tribute pay tribute. smoking brings about يعني بيجلب smoking brings about التدخين بيجلب many fatal diseases كثير من الأمراض المميتة. أقولها تاني. smoking يعني التدخين bringing about يعني بيجلب many fatal diseases كثير من الأمراض المميتة. the between the two sides led to the peace treaty. the negotiation 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 يعني التفاوض between the two sides بين الطرفين led to أدى إلى the peace treaty معاهدة السلام. أقولها تاني. the negotiation negotiation يعني التفاوض between the two sides بين الجانبين led to led الماضي من lead أدى إلى peace treaty معاهدة السلام. بعد كده the government tries hard to bring يعني الحكومة بتسعى جاهدة to bring down prices and bring down prices معناها إن هي تخفض الأسعار. my uncle lives in his flat. أبي يعيش وحيدا. يعني إيه وحيد؟ لوحده بمفرده. يعني إيه بمفرده؟ alone. انما لونلي يعني يشعر بالوحده. هو فعلا عايش لوحده مش بيشعر بالوحده، هو يعيش بمفرده يعني alone. my uncle lives alone. he is a useful in his community يعني هو عضو مفيد في مجتمعه. يعني ايه عضو؟ عضو من اعضاء المجتمع او الجمعيه يعني member. غير organ ده معناها ان هو عضو من اعضاء الجسد زي الايد زي الفم زي الأنف زي الأذن، دي كده اسمها organs. إنما الأعضاء عضو في جماعة أو عضو في منظمة اسمه member.
كلمة enemy معناها عدو، ونمبر معناها رقم. He was talking through his he didn't understand. ده expression، ونحفظ ال expressions دي لأن كده هيجي واحد منهم. He was talking through his head، يعني بيتكلم من طاقيته، معناها expression كده معناه إن هو مش فاهم حاجة. He didn't understand. ماشي، بيتكلم من غير فهم، بيتكلم من غير فهم. He was talking through his head. To not is to damage something by pulling it apart. ان احنا نكسر حاجة عن طريق ان احنا بنفصلها. pulling apart اسمها wrench. wrench يعني يكسر او يفصل، اسمها wrench. W silent. The word means detailed and exact. كلمة ايه معناها detailed؟ يعني مفصل، and exact exact وتام. كلمة ايه؟ كلمة محدد، يعني مفصل ومحدد. كلمة ايه؟ specific. specific معناها محدد، specific هي exact. تلات كلمات دول نفس المعنى، general يعني عام، public يعني عام، common يعني عام او شائع. يبقى كده الكلمات دول مش هينفع اخدهم، دول نفس المعنى. يبقى كلمة specific means detailed and exact. The rage in his eyes يعني الغضب في عينيه made him go through the roof. جو ثرو ذا روف معناها يغضب غضبا شديدا، يعني الغضب اللي في عينيه مبين ان هو جو ثرو ذا روف، يعني ان هو غضبان غضب شديد. choose the correct answer from A, B, C or D. ماشي. they to the handball match yesterday. عندي كلمة yesterday حاجة يعني تافهة خالص. yesterday خلاص ماضي، went. we our wedding 3 days ago. عندي كلمة ago، يبقى ادور برضو على حاجة في الماضي. celebrated. nothing like this has بعد has happened to me. ايه اللي بيجي بين has وبين التصريف الثالث؟ ايه الكلمة اللي ممكن تبقى حشرية بين have و has والتصريف الثالث؟ في حاجة اسمها الثلاثة اللي ممكن يجوا بين have و has والتصريف الثالث، يا اما already، يا اما never، يا اما just. فهنا مفيش غير كلمة never. طب المعنى معناها ايه؟ nothing like this has never. المفروض اقول never صح، بس في هنا مشكله ان never ما بتجي، يعني never اصلا منفيه، ما تجيش تاني مع النفي. معناها ايه بقى؟ ما فيش حاجه زي كده حصلت لي قبل كده. طالما في نفي never ever، يبقى الجمله دي هاخد فيها ever. ليه؟ لان هي منفيه. يعني انا عايزه اقول I ever، اقول I it has never happened، مش هقول it hasn't never happened. يعني انا عندي hasn't never hasn't has never بتساوي hasn't ever. يعني الجمله المنفيه دي مش هينفع استخدم فيها never تاني، امال استخدم ايه؟ استخدم ever. يبقى no nothing like this has ever happened. he not in London since. اول ما الاقي هنا كلمه since وسنه قبليها مضارع تام، لو لقيت بدل since دي ان، يعني ان وسنه قبليها ماضي بسيط، انما since وسنه قبليها مضارع تام. he has lived in London since 2009. I have been to the book fair before. أنا عمري ما رحت البوك فور قبل كده. دي جملة اهي مش منفية، وعندي have وعندي تصريف تالت، أحط في النص إيه؟ never. طب لو هي قال لي هنا I haven't، يبقى هقول I haven't ever. يبقى have never هي haven't ever. ماشي. I have never been to the book fair before. عمري ما دخل ما رحت البوك فير قبل كده، معرض الكتاب قبل كده. she not to hide her sister's shoes. ماشي. بص يا جماعة، ناخد uses، يعني هي متعودة uses دي ينفع ان هي معناها اعتادت ان، ما تنفعش. ينفع اخد got used او you is used، ما ينفعش. ينفع اخد used او ينفع اخد used. طيب ده كده مستوى عادي، احنا كده ان هو نفس منهج الجرامر بتاع المستوى العادي. used to بيجي بعديها مصدر من غير اي اضافات، انما am و is و are و was و where و get و become لو جه بعديهم used to بيجي بعديهم فعل استدعي ان جي. يعني لو انا اخترت is used يبقى اقول is used to hiding. طب got used to hiding، انما اللي بيجي بعديها فعل في المصدر used to بس، يبقى she used to hide her sister's shoes. معناها ان هي كانت متعوده ان هي تخفي الحذاء بتاع اختها. I haven't taken anything for my headache. I haven't taken anything for my headache. يعني أنا لسه ما خدتش أي حاجة للصداع بتاعي إلى الآن. طيب أنا عندي هنا جملة منفية في المضارع التام. إيه الكلمة اللي بتيجي مع الجملة المنفية اللي في المضارع التام؟ مفيش غير يت. ماشي؟
طب لو كانت جملة عادية وما فيهاش نفي، ايه اللي ممكن يجي في اخر الجملة العادية مع المضارع التام اللي ما فيهاش نفي؟ كلمة already، ماشي؟ انما الجملة المنفية اللي في المضارع التاني يبقى ايه؟ so far. so far دي من كلمات المضارع التام. so far معناها الى الان، او up till now معناها الى الان. so far مستر فاروق half of his novel of his novel، يعني so far الى الان مستر فاروق قرأ نص القصص of the novel، نص القصة. يبقى has read، يبقى عندي كلمة so far معناها إلى الآن، أو up till now معناها إلى الآن، برضو من كلمات المضارع التام. Dina's mother a few months ago، عندي كلمة ago خلاص ماضي وقتيت ولا مغمض، died، ماشي. They have taught English، عندي هنا مضارع تام، وعندي هنا مدة محددة 20 years، يبقى هياخد 4. It's 5 days since، كلمة since عمرها أبدا ما بيجي بعديها مضارع تام، يجي قبليها مضارع تام اه، إنما بعديها ماضي بسيط. It's 5 days since I met. أحمد in Cairo his whole life. أحمد ما ينفعش أقول is living ولا الكلام ده، يعيش يعني live. ماشي؟ هو عايش في القاهرة طول حياته ولسه عايش في القاهرة، يبقى شيء حدث في الماضي ولسه مستمر، ده مضارع تام. has lived. إنما حاجة حصلت في الماضي وانتهت، ماضي بسيط. يبقى هنا has lived. ما ينفعش اقول ليفنج من غير اي ان، من غير ما يكون قبليها حاجه، وما ينفعش اقول كلمه ليف يعيش دي، ما ينفعش اقول از ليفنج، ما بيجيش في الاي ان جي. وي ليفت هيز هاوس 3 اورز، احنا سيبنا ماضي بسيط منذ 3 ساعات، الكلمه اللي بتيجي في اخر الجمله في الماضي البسيط مش في المضارع التام، الكلمه اللي بتيجي في اخر الجمله في الماضي البسيط هي كلمه اجو. ذا ليسون باي ذا تيتشر، يعني الدرس اتشرح عن طريق المدرس. الدرس اتشرح ولا شرح؟ درس اتشرح. يعني ايه؟ يعني باسيف، يعني حط ام او از او ار او ووز او وير. طب الجمله ما فيهاش ولا از ولا ار، يبقى خلاص يبقى ووز اكسبلينز. في الباسيف يعني الليسون ده هنا مفعول مش فاعل، فاقول ووز اكسبلينز. وولد ديزني ستوريز، قصص وولد ديزني تشيلدرن فور ميني ييرز، اثرت، هي اللي اثرت مش هي اتاثرت. ياثر يعني انفلونس بتساوي كلمه افكت، يبقى هي اثرت يبقى انفلونسد. Choose the correct answer from A, B, C, or D. The prices of houses in Giza has risen by 10% this year. يعني متوسط سعر البيوت في الجيزة has risen، ارتفع بمعدل 10% هذا العام. متوسط السعر اسمها the average price. The average price معناها متوسط السعر. Many of the refugees, اللي هم اللاجئين are suffering from severe malnutrition. malnutrition معناها سوء التغذية، يبقى الريفيوجيز يعني اللاجئين سفر فروم بيعانوا من malnutrition، يعني سوء التغذية. malnutrition، malnutrition يعني سوء التغذية. the word contribute معناها يساهم، بتساوي كلمة help. the word contributor يعني المساهم، الشخص اللي بيساهم، بتساوي donor يعني متبرع. بندس are on the margin of، يعني ما بندز على وشك الايه؟ الانقراض. يعني ايه انقراض؟ يعني اكستنكشن، اكستنكشن، اكستنكشن يعني انقراض. انما ويلفير معناها الرفاهيه، اكزيستنس، اكزيستنس يعني الوجود، واكزيست يعني يوجد. animals will to the climate conditions، الحيوانات تتكيف جيدا مع الاحوال المناخيه. يعني ايه يتكيف؟ يعني adapt. animals adapt will to the climate climatic conditions. The word shortage، shortage معناها نقص، is the synonym of، هي نفس معنى كلمة lack. The word shortage يعني نقص is the synonym of lack. Which human activity is responsible، كلمة responsible معناها مسؤول عن، بيجي بعديها حرف الجر for، responsible for. I was crying hysterically، يعني أنا كنت بعيط بشكل هستيري. سيز علي. Diseases is carried by water، أمراض الأمراض المنقولة بالماء اسمها waterborne. Waterborne diseases يعني الأمراض المنقولة، born دي اللي هي يحمل، بير يحمل، born دي التصريف التالت بتاعها. Waterborne يعني الأمراض المنقولة بالماء، is carried by water تحمل بالماء، يعني ده نفس المعنى. Waterborne diseases. All the planets، كل الكواكب بتلف حوالين orbit، orbit the sun، بتلف حوالين الشمس. تو نقط is to make less harmful، ان انت تعمل ضرر اقل، يبقى تو ميتي ميتيجيت، تو ميتيجيت يعني يقلل الضرر.
تو ميتيجيت، بقيت الحاجات كلها معناها يدمر. يعني انا عندي كلمه ديستروي يعني يدمر، دمج يعني يدمر، رون يعني يحطم. بيكوز اوف ايه؟ ذا بيتش هاز ديكريزد ان سايز، بسبب ايه؟ الشاطئ هاز ديكريزد يعني قل في الحجم، ديكريزد يعني بقى قليل في الحجم. ايروشن، ايروشن معناها التآكل، ايروشن ايروشن. everyone has lost a lot of money، كل الناس فقدوا فلوس كتير. we are in the same boat، كلنا في نفس المركب. expression يتحفظ. can have a damaging effect on the production of plants. overgrazing، overgrazing، overgrazing معناها الرعي الجائر. overgrazing معناها الرعي الجائر، ممكن يكون لديه تأثير مدمر على إنتاج النباتات. overgrazing is to go faster or make something go faster، إن أنت تمشي بسرعة أو تخلي حاجة تمشي بسرعة، دي اسمها accelerate. accelerate معناها يسرع. acceleration عارفين في الفيديو acceleration يعني العجلة، العجلة، العجلة دي اللي هي السرعة في الزمن تقريبا ولا إيه؟ السرعة، العجلة. accelerate دي معناها يسرع، acceleration يعني العجلة، accelerate إن أنت go faster، إن أنت تمشي أسرع. بص على الجرامر. عموما في بص يا جماعه، قبل ما نبدا كده، كل حروف الجر بيجي بعديها اي ان جي، كل حروف الجر بيجي بعديها اي ان جي الا كلمه تو. كلمه تو بيجي بعديها مصدر، وكمان في احوال معينه ساعات بيجي بعديها اي ان جي. ماشي، يبقى there is no point in arguing with her، يعني ما فيش فايده في ان انت تناقشها. his not so slow is very annoying، his being كونه بطيء جدا شيء مزعج. I don't mind، وانا مغمضة، كلمة mind معناها يمانع، كلمة mind معناها يمانع، وانا مغمض بيجي بعديها فعل زاد اي ان جي. I don't mind including this book in the list. He suggests، كلمة suggest لما يجي بعديها الفعل مباشرة يبقى اي ان جي، يبقى he suggests هو بيقترح getting، جه بعديها اي فاصل يعني هي شيء ذات بيجي بعديها مصدر. يبقى انا كلمة suggest وكلمة recommend كمان، كلمة suggest وكلمة recommend كمان، suggest يعني يقترح و recommend يعني يرشح، حاجة من الاثنين، يا بيجي بعديهم اي ان جي يا بيجي بعديها مصدر على طول لو جه بعديها اي فاصل. يبقى هي suggests هنا عشان ما فيش فيه بعديها حاجة خالص، ولا هي ولا شي ولا ذات، يبقى جاي بعديها اي ان جي. هي suggests getting in touch with her as soon as possible. هي insists، insist on، يصر على، وقلنا كل حروف الجر يجي بعديها اي ان جي، يبقى هي insists on doing. I am thinking of، كل حروف الجر بيجي بعديها اي ان جي الا تو، وكمان تو في احوال معينه بيجي بعديها مصدر. I am thinking of writing، انا بفكر في كتابه ان انا اكتب له. What annoys me is his careless، كل اللي بيضايقني انه كونه مهمل. his زائد being زائد الصفه، his being careless، زي الجملة الأولانية أهو، زي الجملة الأولانية there is no، اللي هي دي his being so slow، كونه بطيء جدا. يبقى بعد verb to be بعد ضمائر الملكية حط له I N G. what annoys me is his being careless. كلمة rock for word خدناها قبل كده في المستوى العادي، rock for word 2 يتطلع إلى، لازم يجي بعدها فعل زي I N G. ومن الحاجات اللي أنا، من الحاجات اللي انا قلت سائله عليها، ان تو المفروض يجي بعديها فعل في المصدر، لكن في الحاله دي تو بيجي بعديها اي ان جي. وزاوت كل حروف الجر، ويز وزاوت ان اوف، كل حروف الجر وزاوت دي يعتبر من ده من منها، وزاوت معناها بدون، وزاوت ستادينج هارد، بدون المذاكره الجيده يو كانت جيت ذا فول مارك، مش هتجيب الدرجه النهائيه. هي دينايد، دينايد يعني ينكر، فعل زاد اي ان جي. هي دينايد هافينج، we consider يعني نحن ناخذ في الاعتبار moving abroad، كلمة consider after، كل الروابط اللي هي after كل الروابط زي after before when once as soon as by the time since، كل الروابط طالما جاي بعديها الفعل مباشرة من غير ما يكون في فاعل يجي بعديها اي ان جي. يبقى after losing the necklace، after being lost هنا بقى عشان هو ايه، عشان هو فقد، بعد ما فقد، after having been lost، بعد ما فقد the necklace was found، العقد وجد، لان انا بتكلم عن عقد فمش هينفع اقول losing.
عشان هو ما خسرش حاجه، هو فوق ده after having been lost the necklace. اهم حاجه ان after هيجي بعديها الفعل the ING. My father stopped he gave it up. توقف عن التأخير عن التدخين، طالما توقف عن حاجه يبقى stop زائد الفعل زائد ING، انما توقف حتى يفعل شيء يبقى stop to زائد المصدر. يعني I stopped to buy chocolate، توقفت حتى اشتري شوكولاته. I stopped to buy water، توقفت حتى اشتري ميه. انما I stopped smoking معناه خلاص بطلت ادخن. I regret، كلمة regret يعني يندم، بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي. I regret wasting my time. The thief admitted، اللص اعترف، برضو بيجي بعديها فعل زائد اي ان جي. The thief admitted stealing the money. بعد كده سؤال الديالوج، finish the following dialogue، محادثة بين ميار ورعب. Where did you spend the last weekend؟ أين قضيتي الأجازة الماضية؟ I spent it in مرسى مطروح، قضيتها في مرسى مطروح. بعدين سألت سؤال، قالت لها with my family، يبقى مع من ذهبتي؟ نفتكر بقى الحاجات بتاعت الأعدادية، من يعني إيه؟ يعني هو، فين الفعل المساعد؟ مفيش فعل مساعد، هنجيبه من فوق، يبقى who did you go with؟ who did you go with؟ ذهبتي مع مين؟ الإجابة with my family. وبعدين سألت سؤال تاني، we went by bus، يبقى كيف ذهبتي؟ كيف يعني إيه؟ يعني هاو، فين الفعل المساعد هنا؟ مفيش، وانت ده في الماضي، يبقى الفعل المساعد did، هاو did you go، رجع رجع وانت الاصلها تبقى جو، هاو did you go. وبعدين السؤال الثالث، at a five star hotel، يعني اين اقمتي؟ قعدتي فين؟ اين يعني ايه؟ يعني وير، فين الفعل المساعد؟ مفيش هنا فعل مساعد، اجيبه من فوق، where did you، يعني ايه يقيم؟ يعني ايه يقعد؟ where did you stay؟ where did you stay؟ Did you enjoy there؟ هل استمتعت هناك؟ Yes، واعمل مقص. Yes I did. Finish the following dialogue. Official، official يعني وباسنجر. Official يعني المسؤول وباسنجر يعني الراكب. May I see your passport please؟ ممكن اشوف الباسبور بتاعك لو سمحت؟ اقول له yes اتفضل. Yes of course او yes you are او yes here you are. وبعدين سألوا حاجة، I am on business، أنا رايح في شغل، يبقى لماذا أنت مسافر؟ لماذا يعني إيه؟ يعني why؟ Why are you traveling؟ Why are you traveling؟ يبقى why are you traveling ده السؤال التاني، I am on business يعني أنا في شغل. وبعدين سأل سؤال تاني، قال له 3 weeks، يبقى ما المدة التي سوف تقضيها؟ ما المدة يعني إيه؟ how long، وأدلع فعل مساعد حاجة من الحاجات بتاعة المستقبل. how long will you stay؟ how long will you stay؟ هتقعد هناك قد إيه؟ how long will you stay؟ 3 weeks. وبعدين قال له حاجة، thank you very much، يبقى اتفضل الباسبور بتاعك، اتفضل here is your passport، here is your passport. ماشي؟ teacher و student، did you revise your lessons yesterday؟ هل ذاكرت دروسك امبارح؟ yes وعمل مقص. yes I did، كده كده بيقولوا yes I did يعني مدرس، ايوه انا ذاكرتها. والتيتشر سأل سؤال، قال له global warming is the gradual rise in the temperature، الانحباس الحراري هو الارتفاع الارتفاع المستمر في درجة الحرارة، يبقى ما هو الارتفاع الحراري، الانحباس الحراري، ما يعني ايه؟ يعني what، فين الفعل المساعد؟ ادي is، what is، وطلعها هنا what is global warming، what is global warming. very well، احسنت. وبعدين سأله سؤال، certainly we can face it، كلمة certainly هي هي كلمة yes، اشيل certainly وبدل we can هنقول انا اعملها مقص، can we face it، can we face it، هل نستطيع ان نواجهه؟ certainly we can face it. how، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نواجه الانحباس الحراري؟ عن طريق تقليل التلوث. أقولها إزاي بقى؟ باي باي ريديوسينج، عن طريق تقليل ريديوسينج، يعني إيه التلوث؟ بولوشن، in reducing by reducing pollution، عن طريق تقليل التلوث. I want to know some information about the problem of the global warming، أحد الأولاد عايز يعرف معلومات عن الانحباس الحراري. some، please dad I want to know some information about the global problem. وبعدين
ده سأل سؤال قال له I want to know what the global warming is، أنا عايز أعرف ايه هو الانحباس الحراري. يبقى هو سأله هنا ماذا تريد أن تعرف، ماذا يعني what، هنا ما فيش فعل مساعد، want ده في المصدر يبقى الفعل المساعد do، what do أي تتحول ل you، what do you want to know، what do you want to know. يبقى السؤال الأولاني what do you want to know. global warming is ايه هو لسه قايله في المحادثة اللي فاتت اهي، global warming is the gradual rise in temperature، global warming is the gradual rise in temperature، global warming is كمل بقى the gradual rise in temperature. وبعدين سأل سؤال قال له yes it is dangerous، اشيل yes واعمل مقص، is it dangerous، هل هو خطير، how does it affect the seas، كيف يؤثر على البحار، مش it can kill the fish، it can kill the fish، ممكن ان هو it can kill the fish، ممكن يقتل الاسماك. ماشي finish the following dialogue. good morning عادل سأل سؤال I will spend my next week end in Hargada، أين سوف تقضي أجازة نص أجازة الأجازة نهاية الأسبوع بتاعتك، أين يعني where، بدل I will تبقى will you، where will you spend ما تتحول ل your، where will you spend your next weekend، where will you spend your next weekend. الإجابة في الغردقة، who will you go with، هتروح مع مين، أشيل who، will you تحول ل I will، I will go with my family. وبعدين سأل سؤال وتشوز هرجدة as هنا بمعنى كلمة because، اخترنا الغردقة as its weather is so wonderful، لأن جوها رائع، يبقى لماذا اخترت الغردقة، لماذا يعني ايه يعني why، تشوز ده فعل بدون إضافات يبقى الفعل المساعد do، وحول will you، why do you، وارجع تشوز لأصلها تبقى ايه، تشوز باتنين او، why do you choose هرجدة. What about you؟ بالنسبة لك أقول له أي حاجة بقى، I will stay at home، أنا هقعد في البيت، I will travel to الأقصر، أسافر الأقصر، أي حاجة. Finish the following dialogue. Father ومنى، Please منى help me to bag، جاهزين ساعديني إن أنا باك، دي يعني جهز شنطتي. منى سألت سؤال as I am going to travel to Alexandria، لأن أنا as هنا معنى كلمة because، لأن أنا سوف أسافر إلى اسكندرية، يبقى أنت ليه عايز تجهز شنطتك. Why do you want me to help to back؟ أو ماشي، أو why do you want to back؟ ليه أنت عايز تجهز شنطتك؟ Why do you want to back؟ لأن أنا مسافر اسكندرية. وبعدين سأل السؤال sorry my darling your final exams are near، شكرا يا حبيبتي، آسف يا حبيبتي امتحاناتك النهائية قريبة، يبقى ممكن أجي معاك، can I go with you؟ can I go with you؟ لأ عشان امتحاناتك قربت. وبعدين سأل سؤال I haven't decided yet but I may travel by plane، أنا لسه مقررتش لكن ممكن أسافر بالطيارة، يبقى how will you travel، how will you travel، كيف سوف تسافر، أو how are you going to travel، هتسافر إزاي، قال لها لسه مقررتش. وبعدين سأل سؤال تاني of course I will bring you a lovely present، طبعا هجيب لك هدية جميلة، أشيل of course بدل I will تبقى will you، will you bring me a lovely present، will you bring me بدل يو تبقى مي a lovely present. finish the following dialogue where are you going which sport do you practice، خلاص يبقى راح فين، راح النادي، شيل where بدل are you تبقى I am، I am going to the club، which sport do you practice، انهي رياضة بتمارسها، اشيل which sport واقول do، كل ده هشيله واقول I practice football. وبعدين سألت سؤال I practice it with my friends، بتدرب عليها مع أصحابي، يبقى مع من تتدرب عليها، من يعني هو، practice ده فعل بدون إضافات يبقى الفعل المساعد do، و I تتحول ل you يبقى هو do you practice it with، الإجابة my friends هشيلها. we win by scoring the most goals، إحنا بنكسب عن طريق إحراز أكتر الأهداف، يبقى كيف تكسبون، كيف يعني how، وين ده فعل بدون إضافات يبقى الفعل المساعد do، how do بدل وي تتحول ل you، how do you win، how do you win.